لو أنت واحد من المبهورين بحضارة الصين العظيمة ونفسك تروح زيارة لهناك زينا كلنا، خليني أقولك إنه ممكن تواجهك شوية مشاكل، يعني ممكن يجيلك تسمم وتموت. تعال نعرفك على كوارث الأكل في الصين. نبدأ من الدليفري. في تقرير عن الصحة الغذائية انتشر في الصين بيقول إن 400 ألف وجبة خلال 2018 استخدمت مكونات غذائية منتهية الصلاحية. ده غير إن شركة مياتوان وهي من أكبر شركات توصيل الأكل متهمة إن عمال التوصيل عندها بيأكلوا نص أكل الدليفري في الطريق. عبوات الأكل كمان ممكن توديك في سكة اللي يروح ما يرجعش. في إبريل 2019 قالت وكالة الإعلام الصينية CCTV إن مئات الألاف من العبوات اللي بيخرج فيها أكل بشكل يومي مصنوعة من أكياس عينات البول وتخزين الدم، لقوا كمان حفاضات الأطفال المستعملة. حوادث استخدام اللحوم المتعفنة ضمن أكتر الحوادث انتشار في الصين، وطبعاً ده مش بس للمطاعم مجهولة المصدر. في تقرير صدر سنة 2014 بيقول إن كتير من المطاعم العالمية بتستخدم لحم منتهي الصلاحية في صناعة البرجر والهوت دوج. أكيد بعد اللي فات مش هتستغرب لما تعرف إن 70% من النبيذ مغشوش، وإن في سنة 2016 تم تعبئة 35 طن ملح طعام غير صالح للأكل، وإن المية في معظم المدن الصينية غير صالحة للشرب ومع ذلك بيستخدموها في الطهي. ده غير إن شوارع المدن الكبرى مليانة بمحلات شاي مشهور جداً اسمه شاي الفقاعات، وإن المادة المخلوطة مع الشاي في أغلب مناطق الصين هي لؤلؤ مصنوع من إطارات الجلد القديمة وغير قابلة للهضم. الخلاصة، لو ناوي تزور الصين خد معاك علب فول مدمس.